كل شيء يكون طريق نادي نادي عريق هو شباب الوزداد بالعيب تعليم 5 سنوات رئيس الرابطة ولا 6 سنوات مش بالكثير بالضبط. بس نظن انه تسمح لي انه عضو مكتب فيدرالي سابق تسمح لي انه نكون نتبوء هذا المنصب هذا، وبالتالي نيتي ورغبتي الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وانا نتمنى انه يعني كما نقول كما قلت سابقا قلت انه عهد صنع رؤساء الاتحاد انقضى، الكره المحليه يعني كارثه كيفاش راح يجيب من بعدهم راح يواجه يعني هذا عمل كبير ينتظروا. اما الامور الاخرى مع الوقت واحد يكون عنده ثقه في نفسه وعنده خبره في التكوين في التفكير والتصرف يقدر انه يستدركها. بالنسبه للفريق الوطني كما تعرف المحافظه على الديناميكيه لقياده الفريق الوطني والخضر وبقياده الناخب الوطني اللي هو جمال بن ماضي اللي كلنا معاه وكلنا نقدم له كل الدعم وكل الظروف كل الظروف الملائمه للانجاز ولا لتحقيق برنامجه وهو كاس افريقيا القادمه وتاهل لكاس المونديال قطر.